مرحبا حبايبي واهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي. صراحة الفيديو اللي كان راح ينزل اليوم هو فيديو تجهيزات البيبي اللي وعدتكم فيه. عارفة اني متأخرة عليكم بس عشان امبارح كان عيد الحب وانا صورت كونتنت متعلق بعيد الحب، فحسيت انه الافضل انه ينحط هذا الفيديو هو الاول. كونسبت عيد الحب مختلف شوي في كوريا يعني عن باقي العالم. ففي عيد الحب اللي هو 14 فبراير هنا في كوريا، البنت هي اللي بتجيب هدية للولد، وبعدين في يوم تاني الشهر اللي بعده 14 مارس اسمه اليوم الأبيض، فهذا اليوم هو اللي الولد لازم يجيب هدية للبنت. فلهيك اليوم إن شاء الله رح أصنع معاكم شوكولاتة ورح أهديها لأكرم. فالنتين دي جوايا because it's our wedding anniversary. I give to you. صراحة أنا وأكرم ما بنهتم كثيرا بعيد الحب، أكثر ما بنهتم إنه يوم عيد الحب هو يوم عيد زواجنا، اليوم اللي تزوجنا فيه. فلهيك رح يكون فيديو تاني متعلق بكيف احتفلنا بعيد زواجنا الثالث إن شاء الله، رح ينزل عن قريب. هندي انتاج الهند. واه يا بويا يا بويا، this is nice. How do you love it, why? There's so many cute things. There's always like new things. You're too close to my face. Araburu. Taito women with why? Then I think tier a shack cute or al pull fee jadid, kill marati jit like a shack jadida. Matalan fikul mazan for rabbi ijibu a shack rabbi. في الشتاء يجيبوا اشياء الشتاء، الفالنتينز داي اشياء الفالنتينز داي، فدائما في اشياء جديده. قاعده عم اشوف وين احط الشوكولاته اللي راح اعملها. احترت راح احط لك شوكولاته هنا. راح احط لك شوكولاته هنا. どうなるの أول شي رح أشارك معاكم الأشياء اللي جبتها عشان الشوكولاتة كلها من دايسو، وهذه بتكون أول مرة رح أعمل فيها شوكولاتة. فدخلت بشوف فيديوهات وكده، وصراحة طلع لي أشياء معقدة، وفي عملية خلط معينة، وفي قياس درجة حرارة، فلا تتوقعوا أبدا أي شي من هذه الأشياء. البروسيس اللي رح أعمله هو أني أذوب شوكولاتة أحطها بالقالب مع شوية تزيين.
على طول راح نبدأ بصنع الشوكولاتة. راح أحطها بالأواني هدول وأحطها بالمايكرويف عشان تذوب. الشوكولاتة هذه بتذوب كتير بسرعة، مثل ما عم تشوفوا أنا شوي طولت بالمدة فلهيك سخنت كتير، فلازم الحين أنتظر إنها تبرد شوي. كمان جهزت هنا منشان التزيين، عندي هنا لوز مطحون وكمان عندي عنب مجفف. صراحة هدول اللي قاعد عم افتحهم الحين عشان التزيين ما يصلحوا لهذا النوع من القوالب، لازم يكون قالب يعني على مفتوح، يعني تحط الزينة من فوق، ولكن رح ندبر حالنا فيهم وبس. قبل أحط الحشوة فأنا حطيتهم شوي بالثلاجة عشان يتماسك الشوكولا، وهالعملية عملتها كل مرة بس ما كنت بصورها. هنا حاولت اتفنن شوي وأعمل شكل يكون يجي الخليط هذا يعطي شكل الماربل، ولكن ما زبط معاي. على سيرة عيد الحب، قولولي اكتبولي بالكومنت هل اجتكم هدايا، هل اعطيتوا هدايا، وايش نوع الهدايا اللي تحبوا تتلقوها، ورد، شوكولاتة، او شي مثلا مفيد انتم محتاجينه. راح اقرأ كومنتاتكم فخليهم لي تحت. واخر شي شوكولاتة بطعم الفراولة، هذه كانت كتير طيبة. حاولت اعمل منها، عملت منها يمكن شكلين، خلطتها مع الابيض يعني، وحاولت اعمل حركات. وهذا اليوم اللي بعده خليتهم ليلة كاملة بالمجمد، وخلينا الحين نكتشف كيف طلعوا الأشكال. أول شكل ضحكني لأن القلوب دخلت على الداخل، مثل ما قلت لكم هذا النوع من الزينة ما يستعمل مع النوع هذول من القوالب. وهذا الشكل الثاني اللي على أساس خلط فيه أبيض وأسود عشان يجي ماربو، بس إجا بس بني وما طلع فيه ولا شكل. حبيت آخر شكلين كده، جاي بينك مع أبيض، وهذا البينك مع زينة من فوق، طلعوا حلوين.
واخر خطوة رح احطهم في البلاستيكس هدول الكيوت عشان نقدمهم فيهم لأكرم. فعلى فكرة أكرم هذه أول مرة راح يتلقى شوكولات من بنت في حياته كلها. صراحة هو ما بيحب الشوكولات والأشياء السويت، بيحب البلح أكتر، بس قلت له عشان ما حدا أهداك خلي زوجتك تكون الأولى اللي تهديك شوكولاتة وبس. صراحة كان عملهم كتير ممتع، استمتعت فيه، وكذا اشي انت عملتي لحالك بتنتظري النتيجة تشوفيها، فكتير ممتع وكتير محمس، وان شاء الله راح اخليكم تشوفوا رياكشن تبع اكرم في الفيديو الجاي اللي قلت لكم راح يكون كيف احتفلنا بعيد زواجنا الثالث. بس قولوا لي، جاوبوني بالكومنت، هل احط لكم تجهيزات البيبي اول شيء، او احط لكم كيف احتفلنا بعيد زواجنا في الفيديو هذا اول شيء؟ يعني اختاروا احد الفيديوهين اللي احطهم، اللي احطه يعني المره الجايه.